بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أذكر لكم اليوم قصة لنبينا موسى عليه السلام. هذا النبي عندما ولدته أمه رمته في الماء، فأوحى الله إليه هذا الأمر، والسبب أن هناك سحرة من بني إسرائيل أخبروا فرعون أن هناك رجل سيأتي بني إسرائيل سيأخذ الملك منك وسينزعه منك، فأمر بقتل وذبح جميع الأطفال الصغار، فرمته أمه وحيا من الله عز وجل في الماء. وصل سبحان الله إلى جنود فرعون وشافته أو رأته امرأة اسمها آسيا، وكانت هي امرأة فرعون، أعجبت به وتبنته، ولم يستطيع الرضاعة هذا النبي من أي من المرضعات من النساء الموجودات عند فرعون. وبعدها كانت أخت موسى أخبرتهم أن هناك امرأة حنونة تستطيع إرضاع موسى، التي هي من؟ أم موسى عليه السلام. أرضعته أمه، فعاد الابن إلى أمه، ولكن بعد فترة من الزمن كبر موسى وأصبح هناك عراك بين رجل من بني إسرائيل ورجل من الفراعنة، فطلب الرجل البني إسرائيل فزعة من موسى، فأتى إليه فضرب هذا الرجل بلا قصد فقتله، فخاف موسى فهرب من فرعون. بعدما هرب تزوج وذهب إلى مكان، إلى جبل الطور، وأوحى الله إليه أنه الرسول إلى فرعون. وبعدها طلب من الله عز وجل أن يساعده أخيه هارون، والسبب أنه كان عند آسيا أو عند في بيت فرعون أو في وقتها قد أكل جمرة في لسانه فأصبح فيه فمه لفغة، فطلب من الله عز وجل أن يكون هارون عونا له في النصح. بعدها عاد إلى فرعون، وكان في يوم الزينة ألقى بالعصا أمام فرعون فأصبحت ثعبانا كما هو معروف من قصة موسى، وأكلت الثعابين. وبعدها أسلم السحرة بملك، أسلم السحرة برب موسى، وجحدوا الملك فرعون بهذا الأمر وقالوا أنت ليس الله. بعدها أمر فرعون بقتل السحرة وتقطيع أيديهم وأرجلهم، فر موسى ومن معهم من صدقه، لحق بهم إلى البحر، وتعرفون القصة وما حصل بعدها عندما غرق فرعون. ولكن القصد بذلك من هالكلام كله أن موسى عليه السلام أعطاه الله معجزات على فرعون، القمل والجراد والدم وما إلى آخره، لكن في معجزات لموسى نفسه قد لا تكون معروفة عند الكثير، وهي القوة. فكان قويا جدا لدرجة أن أناس من بني إسرائيل أخذوا ثيابه بعدما رأوه يعني يسبح في مكان ما، أخذوا ثيابه لكي يروا جسمه، لأنه شيع في أمر بينهم أنه قوي جدا. فله قصة مع ملك الموت، أتاه ملك الموت في يوم من الأيام في فراشه، فعندما رآه موسى ضرب ملك الموت ففقأ عينه. فطبعا موسى لم يعلم أن هذا كان ملك الموت، فكر رجل دخل بيته، فشيع هذا الخبر بينهم وتأكدوا منه بعدما أخذوا ثيابهم. ثم بعد ذلك ذهب موسى مع قومه إلى فلسطين، فقال لهم يا قوم ادخلوا معي فلسطين، فأبوا بذلك الأمر، فقال اذهب أنت وربك ونحن سننتظرك في هذا المكان. بعد عاقبهم الله بالتيه 40 سنة في سيناء، لا يعرفون شمالا من جنوبا من شرقا من غرب، في نفس المكان 40 سنة عقابا لهم. ونذكر من قصة كذلك موسى قصة البقرة، بقرة الصفراء الفاقع لونها اللي مذكورة في سورة البقرة، أن رجلا غني من بني إسرائيل قتل، فلم يعرفوا من الذي قتله، فأخبرهم أن الله أوحى إليه أن يذهبوا إلى بقرة صفراء عند مكان ما، فجادلوه وجادلوه وجادلوه، ولكن هذه معجزة، معجزة موسى أنه تكلم الرجل وأحياه الله بعدما كان ميتا وأخبر بمن ذبحه. هذا ما عندي لكم، جزاكم الله خير، وآسف على الإطالة، الله يرضى عليكم ويسعدكم إن شاء الله، جزاكم الله خير. هذه موجودة في البداية والنهاية لابن كثير، موجودة. الله أنه قال أنه فعل بي كذا وكذا، أنه ما يبغى الموت، فقال ارجع
وقل له ان انا ملك الموت وبقبض روحك وخيره. طب الانبياء طبعا يخيرون، فلما جاء خيره قال لا، قال كم تبغى؟ قال اضرب بيدك على زي ما تقول شاه ايه الثور او حاجه زي كذا. فقال مقبض يدك اللي هو كان جسمه، فقال عدد شعرات مقبض يدك عددها سنين بتبقى الحياه. قال وبعدها؟ قال بعدها تموت. فأعطى الأمر أن يؤخذ. انظروا إلى القوة اللي أعطى الله موسى، هذه القوة، وهذا دليل على الأهرامات كيف رفعوا هذه الأحجار الكبيرة. فهذا المقصد بهذا القصد. الله يرضى. ها؟ صحيح. شباب بس في حاجة أمر طارئ، فواز ثواني بس. حبيبنا أحمد عنده تدشين من نوع آخر. طبعا بعد الحلقة إن شاء الله إذا على حسب الوقت بنسقها، وإن شاء الله أنه بيكون اجتماع بسيط في بيكون في الهاوس. عادي لا 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 في جودة أمور طيبة، انتظروا هذا إن شاء الله أمور طيبة. يعني قرب شوي. إن شاء الله. ها؟ إن شاء الله. من شودة؟ إن شاء الله. هناك شاخ؟ لا لا ما يحتاج عادي. ما كان رياليتي الوضع أمور طيبة.